مطالبنا من الحكومة السويدية ومن الحكومة العراقية بأن يتوقف هذا العمل، يعني كفاض من الإنسانية واللي مشاعر الإنسان ومشاعر الإسلام، يعني هم بهذا عملهم يعني قاعد يحزون مشاعر الإسلام كله، يعني قاعد يحرقون قلوب الإسلام كله، يحرقون قلوب المسلمين. ونطلب من يعني من الأعمال ومن القنوات الحسينية أن يعني تحضر وتستنكر هذا العمل.